تخوف. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا وسهلا، معنا حبيبنا طارق الحربي، اهلا وسهلا فيك. كل عام وانتم بخير يا طارق. سعود ابو محمد، والله سويته، والله انك داعس. ما اقوى اعلامي يا اخي. الله يطول عمرك. انا سعود يا استاذ علي، قال لي اي احد انت اجحد، قال لي اجحد اجحد، فالحمد لله طلع ابو محمد. الله يحييك يا طارق. قول يا قول حبيبي، وش التحدي؟ اول شيء انا مره سعيد اني اكون معكم في المراحل هذه، ومبسوط مره صراحه اني اكون في شاشه اس بي سي. شكرا لك استاذ علي علياني وسعود ابو محمد حي عن بعد. تحدي وش ممكن اتحداه؟ تبي تحدي ولا تبي سؤال يا استاذ علي؟ عشان يعني اكون يعني اللي ودك اسال وتحدي كل واحد. اتحدى سعود القحطاني يشتري لي انا كامري 2002 عشان تجي رخيصة شوي، طيب، وأقدر أستخدمها ويصور هذا الشيء وينشره في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أتحدى خلال هذا الأسبوع. معليش. طيب هذا تحدي، عطني السؤال عشان خير. السؤال. بغيتك عون وصرت فرعون. قبل فترة وقلت له إن قاعدة تجيك عروض كثير من مسلسلات وما قاعد ترتاح انت، وخاصة اني انا قاعد اشوف ان شاء الله ان في يوم من الايام يصير ممثل ومن احد كبار الممثلين عندنا في السعودية. ايش الشيء اللي يخليه يتوتر من المنتجين الى الان وما يصير ممثل؟ شو الشيء اللي يخليه يرفض فقط؟ انا ما يعني ما في خوف طبعا، انا وعود بالله من كلمة، انا وقفت فترة عشان ظروفي ولا جاني يعني كثير، فابي الشيء المناسب لي يعني المكان المناسب. إيه؟ ما احب يعني مثلا يجي واحد طبعا او اجي انا في في, إيه؟ في مشهد ما يلق فيني يعني، او يظلم يعني يعني صار مواقف، لا يعني اكثر التمثيل لازم يحطونك في مشهد او مشهدين بس تكون كويسه يعني تلق فيك. ايش قد صار يعني؟ قد يعني مثلا يعني... انا جاني من دون ذكر اسماء، جاني ممثل قال بسوي معك مشهد، ولكن هو طلع هو الكل في الكل في المشهد. هي. انا ظلمني انا والاشياء اللي انا اقدمها يعني. قريته انت ذا المشهد؟ اي بس يعني، وبعدين تراجعت وانت في اللوكيشن وانا عنده قلت ما اقدر. طبعا انا لي جمهور وعندي ناس يحبوني، ما يرضوني اطلع بالشكل هذا.